وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد رضا فرج، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس. مساء الخير سيد رضا، وأهلا بك في نشرة الثالثة. برأيك، ما هي الأسباب الرئيسية التي ساهمت في نجاح مملكة البحرين لتحقيق هذه المؤشرات الإيجابية للاقتصاد البحريني على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء جائحة فيروس كورونا؟ أعتقد بداية أن كل هالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية من شأنها تعزيز المكانة التنافسية للاقتصاد البحريني، وهو الأمر الذي سيؤثر إيجابا على الوضع الاقتصادي في المملكة بشكل عام. تحقيق هذه المؤشرات طبعا يصب فيما يتسق مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030 في تحقيق الاستدامة والتنافسية الاقتصادية، بما يؤدي إلى إيجاد قاعدة عريضة للازدهار الاقتصادي مبنية على أسس واضحة من العدالة والتنافسية والاستدامة، خصوصا في ظل كون أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي يرجع بصورة أكبر لنمو القطاعات الغير نفطية اللي ركزت عليها مملكة البحرين في الفترة السابقة، والتي من المتوقع أن تشهد النمو كما جاء في التقرير نسبة 5% سنة 2022 مقارنة بحدود 3.2 سنة 2021. خطة التعافي الاقتصادي، هذه المؤشرات كلها تدل على النمو المضطرد في التنمية في القطاعات الغير نفطية الواعدة، بما يعزز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، وهذا يؤدي بدوره إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024، وهذا هو البرنامج الموضوع بشكل عام. كيف وصلنا إلى هذه النتائج في ظل الجائحة؟ أعتقد بفضل توجيهات الملكية السامية من لدن صاحب السمو وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة على البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومن خلال المتابعة الحثيثة والجهود المتواصلة والنمو والاتصالات المتواصلة لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في إطلاق الحزمة المالية والاقتصادية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة جراء جائحة كورونا. أولا، أدت الحزمة المالية أدت إلى تقليص التأثيرات السلبية على الأوضاع المعيشية للمواطنين وعلى القطاعات الاقتصادية، ولا سيما القطاعات الأكثر تأثرا واحتياجا للدعم في ظل الظروف التي يعاني منها العالم أجمع، كما أن الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية الرصينة في مملكة البحرين من خلال إضافة جهود الجميع وبالتحديد السلطة التنفيذية والتشريعية معا استطاعت تحقيق الحماية والنمو الاقتصادي البحريني في ظل الأوضاع الاستثنائية التي فرضتها ظروف الجائحة على مختلف القطاعات والأبعاد ولا سيما البعد الاقتصادي. نعم، سعادة السيد رضا فرج، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس، شكرا جزيلا لك.